شجرة الحنة هي عبارة عن شجيرة معمرة غزيرة التفرع ذو نموات خضرية كثيفة، تزرع في القنوات المائية وفي الأراضي اللي هو الشاسعة. سلكنا مهنة الزراعة هذه منذ القدم، يعني أجدادنا كانوا في القديم يعني مهنتهم الزراعة، ونحن سلكنا هذا المسار، ونحن الحمد لله نشقى في هذه الأرض ونزرع، وتنتي من ثمارها من خير ربي اللي أعطانا إياها والحمد لله. الموطن الأصلي لشجرة الحنة هو جنوب آسيا، خصوصا في مناطق الهند، ثم انتشرت زراعته إلى بقية الأقطار ومنها اليمن والسودان والمملكة العربية السعودية، انتشرت كثير فيها، لكن الموطن الأصلي لشجرة الحنة هو جنوب آسيا. احنا بدأنا قبل سنتين في زراعة الحنة من البداية، يعني الآن لنا سنتين. شجرة الحنة هذه نوعين، نوع هندي ونوع حقنا هذا قديم من أجداد وقبل الأجداد يذكرون هناك عندنا الحنة، ومنين هو مندري، وإنما هذا معروف عندما تعهد الوحدة يابوه من الهند أو من مكان آخر. الأنواع التي تزرع في وادي حضرموت من أنواع الحنة هو الحنة الحضرمي هذا والحنة المحلي المعروفة، يعني هذا يمكن من آلاف السنين الناس معتمدة عليه. أما في السنين الأخيرة هذه الناس أتت نوع ثاني من الحنة اللي هو يسمى الحنة الهندي، وفي بعض المزارعين اعتمدوا عليه يعني كدخل رسمي لهم. أما بالنسبة نحن في تريم هنا أغلب المزارعين يعتمدون على الحنة المحلي كأنه ذو جودة يعني عالية، ويعتمدون عليه في الزوايات، وحتى يسحب يعني للخارج، يصدر للخارج لدول الخليج ولدول العربية، معتمدين عليه في الصناعات وفي كثير من الأمور يعني. ويتميز الصنف الهندي عن الصنف المحلي بغزارة التفريع وغزارة النمو الخضري، أيضا كبر مساحة الأوراق مقارنة بالصنف المحلي، ولكن الصنف المحلي يمتاز بقوة الرائحة، يحتوي على رائحة نفاثة أكثر منها في الصنف الهندي. هو تقريبا الحنة الأرضي هذا يكون يعني ثقله أفضل من الحنة الهندي، وسعره أفضل من الحنة الهندي طبعا لأنه مميز يعني بجودته. أما الحنة الهندي لما تطرح فراسلة من الحنة الهندي، فراسلة من الحنة المحلي، يكون الحنة الهندي يونية كاملة تجيك فراسلة، أما الحنة الأرضي هذا حقنا نص يونية تجيك فراسلة. الشكل يختلف، هذاك يصل يمكن إلى متر، وهذا الآن تشاهده إلى ذراع ذراع ونص يعني تقريبا حقه الغصن يعني.
زراعة الحنة كانت تزرع حول القنوات المائية فقط، في القنوات المائية بين خصوصا من مصدر الماء إلى الحقل، القناة المائية الطويلة يضع فيها المزارع عدة أعواد من الحنة أو عدة شجرات يغرسها لأنها لا تحتاج إلى عناية. هو يزرع المزارع يزرعها على حواف القنوات وحواف الحقول، لكن الآن انتشرت بصورة كبيرة وخصصت لها مساحات واسعة للحنة، وذلك لزيادة الطلب على منتوج الحنة، حيث زاد استعمال الحنة خصوصا في صناعة الدوائية وصناعة اللي هو أدوات التجميل مثل الشامبوهات. فتوسعت زراعة الحنة توسع كبير جدا خصوصا مع دخول الأصناف الهندية ذات الإنتاج العالي. احنا بدأنا أصلاً الحنة هذا في قرزه إن هو العربي وإن هو الهندي، يعني نطرح له سماد من حق المقالب، هذه حقنا السماد المحلي اللي هو مخبوط بالماء والتراب، وطبعاً الغرز طلع يعني جيد، ما طلع الهندي هذا الآن اللي قدامنا هو غرزناه وطرحناه له من حق الماء، والحمد لله انه نتيجته زينه، وعاده هذا ما هو تقول مده له الان في الارض اقل من سنه. من نيم الدلو نبدا نغرسه ايوه الى نهايه الاهي الربيع، ذا كل الفتره دي نغرس فيها. فيهم اللي يلقون عتوب، وفي اللي يلقون مطر، يكون بين الغرسة والغرسة ذراع 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 ذراع، لأن عقب تكبر تلقي ذا العربي. أيضا عندما تغرس الغرسة هذه كذا جنب، يعني تخليها على ما هي كذا يعني على جنب، وعندما كل ما تدحق يعني تبقى رصد الاهي التربة. بدينا قبل ما نغرز، اول بدينا بالتقطيع قبل الغرز، يعني مددنا حقنا البيبات هذه حق التقطير، وثم جبنا العمال وفرقه متخصصه بالغرز، وغرزنا هذا الحنة وجبنا له السماد البلدي وطرحنا فيه، وبعدين شفنا الحنة يعني يطلع، وطلع تماما، وجبنا الفرقه المتخصصه بالقطع، وطبعا قطعنا الحنة وشفنا نتيجته وبعناه طبعا، وجاب لنا نتيجة حلوة الحمد لله. عندما ينبت متى تقطعه؟ بعد سنة للعرض، غلقت سنة تقطعه، بعد ما تقطعه تخليه عقب كل ستة شهور تقطعه، كل ستة شهور تقطعه لا هو اسمه نقوم بقطع الحنة. يعني في نهاية الشتاء نقوم بقطع الحنة، يعني يسمونها تصفية، يعني نقوم بقطع الحنة هذه اللي هي ما طالت بحكم أن حبسها البرد حتى تقبل على فصل جديد اللي هو فصل الصيف، وتكون هناك نضجها يعني جيد جدا من قوة الحرارة الشمس. وهنا في الحالة هذه نستطيع نقول للمزارع أن تطلب منك كمية من المياه حتى تعطيك ثمر أكثر، وفي فصل الصيف تستغرق ممكن 3 أشهر أو 3 أشهر ونص، ونقطعها القطعة الأولى.
وتدخل جزء تقريبا من نصف فصل الصيف وتنمو الطلعة الثانية برضو جيدة على ما هو عليها. تقطع الحنة في السنة مرتين يقوم بقطعها. طبعا عملية القطع الحنة نحن نقوم بقطع الحنة إذا بلغت يعني ذروتها وهي تستحق القطع، وإذا كانت السماء يعني ما فيها سحب ولا أمطار رعدية نتوقف حتى تفصل الإشارة. إذا فصلت الإشارة أو السحب هذه نجيب العمال ونقطعتهم من بدري يعني من الصباح بدري الساعة 6 يومين 3 أيام نقطع، نستمر في القطيع يعني أسبوع حتى كامل حتى نخلصها، يعني نكسب الوقت اللي هو ما فيه سحب، لأن السحب والأمطار هذه مؤثرة جدا على الحنة. بعد القطع تي تقطع وتكون لازم في ليهم الآن عندهم هناير هنجر يطرحوا في الهنجر يقعد يومين ثلاث خمس أسبوع توك لبوته يقعد لأنه في من شان المطر، لأن هذا عندما تطرحوا في الأسرة والمطر يات هذا هو ينقل تنقلب حمراء الأسرة يندر المعاش يروح عليه. يتم حش المحصول الحنة بعد حوالي 4 أشهر، بعد 4 أشهر يتم حصاد الحنة، بمعنى أنه ممكن في خلال السنة ممكن تجمع من المحصول 3 مرات أو 3 حشات. بعد الطرابيل نقوم بنفض الحنة، وطبعا نفض الحنة هو يتم بأعمال اليدوية بجد، نقوم بإحضار بعض العيدان السيسبان هذا نشقيها ونصفيها وننفض الحنة، ونقوم بكنسها وتصفيتها وتبعيد العيدان هذه منها السقط هذا، ونقوم برقم الحنة هذه وتعبيتها في يواني ورفصها تمام في اليواني حتى لا تشل بزايد يونية منها. خلاص تعطيه اليواني ولي للطاحونة ولي للبيع يعني معنى الكلام تراحوا في يوانيه وواهو وتسرح على موي بالكلام هذا. أصحاب المطاحن طحنونها ويعلبونهم لأنه هذا مهنتهم، يعلبونها في أكياس ويقومون يصدرونها يعني حسب طريقتهم إلى ناس عملاء أخرين يستلمونها منهم في دول أخرى مثل السعودية ودول الخليج بشكل عام. والحنة الحضرمي هذا صراحة من أفضل الحنة في العالم العربي يعني لو قلنا، ونحن نقول للمزارعين جميعا عليكم بالاهتمام بالحنة، كون الحنة الحضرمي هذا يعني دخل جيد منه مربح واستفاد منه المزارع. الحمد لله ما عمرنا شفنا مزارع قال أنا هذه الحنة كلها بأبيدها بتخلص منها، بل يشيع المزارعين على زراعة الحنة، ونتمنى أن يقوموا بزراعة أكثر مساحة ممكن من الحنة حتى يغطوا الأسواق المحلية والعالمية.
طبعاً يعتبر الحنة من العادات التريمية التي يخضب بها الأيادي والأرجل في جميع المناسبات، سواء كانت الأعياد، الأفراح، أيضاً المناسبات الدينية، فتزين أيادي المرأة وأيادي البنات بالتخضيب بالحنة، ويكون زينة تجميلية للمرأة في مدى الحياة. يتم استخدام الحنة في الأفراح، في العرايس، مثلاً المعرس يحنون له بالحنة، والعروس لا تزين العروس إلا بالحنة طبعاً، وزينة النساء هي الحنة في الأفراح، في الأعياد، في الزوايات، والبنات كل الكل يحني. حنة خاص للعروس، وأيضا جميع النساء الفتيات الصغار، يعني الحنة يعتبر في تريم من العادات التجميلية للمرأة في يعني في جميع المناسبات ويعني وسن المرأة بشكل. يشتري يشلوا هدايا، وفي اللي يشترون ذيلا آل لهم آل حنة، وفي اللي يشتريه شيبة كماي كذا سبر اللحية بيضت يترحلوا حنة وفي راسه لا ذيلا. طبعا الحنة له كثير من الأنواع، في حنة عرائسي الذي تختص به العروس التريمية، ويكون حنة خاص بالعروس يسمونه حنة عادي، يملأ الأيادي والأرجل للعروسة، ويكون لونه زاهر وجذاب. أيضا في هناك الحنة الخليجي، الحنة الهندي، الحنة يعني الخفيف الذي نقوله الآن يعني. فهذه الأنواع الآن التي تزين بها المرأة، وطبعا يأخذ هذه الأنواع الآن من أي مكان، سواء كان من دورات تدريبية، سواء كان من النت، سواء كان فتبدع الذي تخضب الأيادي بالحنة بأنواع هذه الحنة وأنواع هذه يعني الأشكال التي تخضب به الحنة في الأيادي. كما ذكرت هناك يعني نقشة هندية، هذه أيضا تشكل بتشكيلات وخطوط متنوعة. النقشة الخليجية أيضا تشكل بأشكال متنوعة، يعني تقوم الذي تخضب بالحنة أو المحنية تقوم برسم أي شيء يعني في الأيدي، يعني أشكال مختلفة، دوائر، زهور، ورود، يعني أي شكل يعني تريد أن ترسمه، يؤخذ هذه التشكيلات من النت، من رسومات النت، أيضا حتى من الطبيعة نفسها، فتأخذ هذه الرسومات وتنقش على الأيدي برسومات جذابة جدا، وتعطي جمال رائع جدا للمرأة وللفتاة. قديم المصريين استخدمت الحنة استخدامات قديمة جدا، وبقدم زراعتها فاستخدموها قدماء المصريين في تحنيط جثث موتاهم، لأن لها خاصية ومضادة للبكتيريا ومضادة للتعفن، فتستخدم في تحنيط المومياء في مصر. وبعض الناس يستخدمون علايات برضو يحطوه على أرجلهم هكذا حتى يرطب الريل إذا كانت فيها نوع من التفضل. يجي عنده صدوع يقولون لها حرارة، بعض المداويين داويين ما هم الأطباء الأولين اللي يرفعون ويقوون وذا يقولون له أو أقلك حنة.
أهم أيضا الاستخدامات العلاجية مطهر فطري لكثير من تجرحات الجلد. أثبتت بعض الدراسات لنبات الحنة أو لمسحوق الحنة فعال كثير فعال للقضاء أو لعلاج كثير من أنواع السرطان خصوصا سرطانات الجلد. طبعا الحنة هذه الأماكن هذه اللي تكون التربة فيها نوع من النيس أو البطحة على قولهم، إذا كانت عند أحد المزارعين عنده التربة كلها عبارة عن رمال، النمو يكون حقها ضئيل جدا، ليس مثل ما هو عندنا هنا التربة الحمد لله نوع من التربة الزبر. معنى الزبيرة هذه تضم ماء، الزبيرة دي عرفت، وبالذات في له اسمه في التقطير الزبيرة خطيرة يعني. وفي ذي كمان معنى أنها تعطي نمو، والري ذا لازم يكون في أرض زبيرة، ذلك هو اللي تبع السقوة ذا يكون في أرض زبيرة. شجرة الحنة شجرة مباركة يستفيد من كل أجزائها، يتم الاستفادة من كل أجزاء شجرة الحنة، فيستفاد من الجزء الأساسي أوراقها في عمليات صبغ الحنة ونقش الحنة وصبغ الشعر كمادة خام لكثير من المواد التجميل. أيضا يمكن استفاد من الأعواد أو الأفرع بعد تجفيفها كحطب. يستخدمون الناس للحطب في البيوت، وطبعا عندما نقوم بقطع الحنة الناس يستخبرونها، أو قطعت الحنة يا أبو فلان قطعت الحنة، نقول نعم شو نحن اليوم بننفض، يخريون هم الصغيرين والحريم والعيال يعصبون حطب هذا يعني مجانا هو طبعا، وكل شيء بفضله وكل شيء بأجره. يمكن يستفاد من أزهار الحنة، تحتوي زهرة الحنة على زيوت طيارة ذات رائحة ذكية، يمكن استفادة منها في إنتاج اللي هو العطور. نحن اتجهنا للحنة ليش؟ لأن شفنا الحنة مثمر نتيجته زينة في وادي حضرموت، يعني ليش؟ لأن حي ربنا الآن سنتين استمرينا سنتين نقطع يمكن أكثر من 3 مرات وشفنا الحنة ميدي، يعني رجعنا نتجه للحنة، وفعلا نحن خططنا حنة بس على التجربة لما جربنا قلنا إن شاء الله. الآن الحنة بيزهر أولاً أنه من ناحية مدام طلب له الطلب هذا، وأيضاً بيزهر متى ما عفرته 50 سنة أنت وياه، اللهم قد اسمه ذا قطع اللي وصلت 10 سنين قطب اليذن، لأن هي عبارة من الأشيار ذات ساق، يعني من الأشيار المعمرة، يعني الحنة هذه ما تموت يعني ألا إذا أصابها مرض أو إذا انقطع عنها الماء. هنا في هذه الحالة نقول إن الجذع الحنة قاعد يجف وتيبس وتموت هذه الشجرة. وأيضا أنا أطلب من المزارعين على أساس إنهم هناك الحديث مخطر مصري قال أبوي مزارع اسمعه اللي فيه هو اسمه في تبع تلفزيون، أبوي مزارع يطلع من البر 20 كيس لكن يطلع من البطاطس 2000 كيس، البر يندر الزكاة حقه لكن البطاطس ما لها زكاة. الحديث هنا اطلب أنا الآن مزارعين أي مزروعات ما عليها زكاة ويبهم ما هو زكاة يصدقوه،
حتى يطرح البركة فيهم ربي. أنا الحين لأن عاشي لا هي اسمها صبرة قرحت والعادشية، المهم الدنيا بخير الحمد لله. الحمد لله.